في البداية حابين نتكلم على قرار كان مهم جدا جدا، الناس كلها كانت بتنادي بيه في الفترة اللي فاتت، لا سيما بعد النتائج اللي شفناها في أولمبياد باريس 2024. وقرار مهم جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقييم الاتحادات والنفقات اللي بياخدها الاتحاد او كل اتحاد في الالعاب المشاركه في البطولات الكبيره. تعالوا نشوف مع بعض البيان ونستعرضه مع حضراتكم. البيان كان على الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه. نص البيان كالتالي: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، ويوجه بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في ضوء نتائج التقييم. الإجراءات التي قررها الرئيس السيسي تتضمن إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد. في ضوء توجيهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024 سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويسعد شعبها العظيم. فقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دور التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات. لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلا، بالإضافة لدراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة. كما وجه السيد الرئيس باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي أظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل عدد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأولمبية، فضلا عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر المشاركة في المنافسات. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها تمهيدا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب. ده كان نص البيان، بيان مهم جدا. الناس كلها كانت بتشوف ان في بعض الالعاب ما بنحققش فيها نتيجة وهو متوقع ان احنا نحقق فيها نتيجة، والعكس بتلاقي لعبة احنا
مش حاطين عينينا ان احنا هنحط او هنحصل فيها على ميداليه وتلاقي نفسك حققت فيها مركز متقدم. فده امر بصراحه وقرار مهم جدا جدا جدا، عشان الصرف يبقى في محله. الحاجه اللي احنا مميزين فيها هي دي اللي نصرف عليها وندعمها بشكل قوي جدا. الحاجه اللي احنا بعيد عنها وفي عناصر مبشره نهتم بيها وبعدد العناصر المبشرين دول. الحاجه اللي احنا بعيد فيها عن التنافس مش هنصرف او مش هنمنح فيها المنح اللي بياخدها اللاعب اللي متوقع ان هو يحصل فيها على ميدالية. فالامور دي امور مهمة جدا جدا، قرار مهم جدا 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 من القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.